أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض أكلة كتير طيبة وسهلة إلى حد ما، وكتير الناس بيعرفوها، اللي هي استيغانوف باللحم. عملنا قبل مرة استيغانوف بالدجاج، لكن اليوم باللحم. هي حرفيا بتنعمل بعشر دقائق، لكن احنا مع بعض رح نعملها بربع ساعة ليه؟ عشان أعطيكم تريبس وتريكس كيف تطلع معكم أطيب شيء. أكلتنا سهلة وكتير ناس بقولوا عنها شو هالأكلة؟ لحمة بكريمة. لا، خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض. بس قبل بتمنى عليكم لايك وسبسكرايب، تضغطوا علامة الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله في تلك ذات اللحظة. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض، يلا بينا. أكلتنا يا حبايب سهلة جدا، زي ما قلت لكم هي بتنعمل بعشر دقائق، احنا نعملها بربع ساعة بثلث ساعة. ليه؟ لأنه احنا ناخد وقتنا في كل خطوة بنعملها. هي مش تطبيق طبخة، ولكن هي تكنيك طبخة، كيف ناخد أزكى شيء وأحسن شيء من كل مكون احنا بنضيفه. مكوناتنا أبدا مش كتيرة، عشان هيك بدنا ناخد كل نكهة من كل مكون بأحسن طريقة وبأسهل طرق وسلو كوكينج أزكى شيء. احنا عندنا اللحمة لازم تكون فخامة. أول شيء بنضيف شوية زيت نباتي زي ما انتو شايفين، في قلاية كتير سخنة، شايفين الدخان عم يطلع منها، عم بتدخن. ومنضيف عليها شرائح اللحم اللي مش محطوط عليها شيء، لحمة متقطعة، ويفضل زي ما هو موجود في الوصف تكون لحمة الفيلي، فيلي العجل. أزكى شيء وأسهل شيء بالاستواء وما بتغلبنا. وهين عملت لهاي الأكلة. هلا إذا عندكم أي نوع لحمة تاني بتقدروا تخلوه يستو بكل سهولة زي بهالطريقة كتير منيح، لكن هاي وصفة بنعمل فيها العجل الفيليه منقطع بالشرايح زي ما انتم شايفين، مش محطوط عليه ولا أي نوع لا ملح ولا بهارات. بنخليه على الطاسة زي ما انتم شايفين على نار حامية جدا، بس يتلون الشقة اللي محطوطة على القلاية بنقلبها بكل بساطة. ما بدنا نخرب كتير ولا نضل نحرك تنزل مية اللحمة ولا شيء. صدمة على الأول وجي، صدمة على تاني وجي، ومنشوف إذا في حبات مستووش منزبطهم. هذه الطريقة في استواء اللحمة هاي أهم شيء نعملها باستيغانوف. ما بدنا اللحمة تنزل ميتها تصير مسلوقة سلق، ولا بدنا إياها تنحرق ولا شيء. بدنا ناخد أفضل طعم للحمة بدون أي ملح ولا أي فلفل ولا أي مكونات. وكل ما لزع عنا شغلات زي ما انتو شايفين بالقلاية من تحت، كل ما صارت طعمة الطبخة النهائية أطيب وأزكى. بنعامل اللحمة بكل حذر وكل حنية، هاي لحمة فيليه يعني أغلى قطعة في العجل، عشان هيك لازم نعاملها بحنية وما نخليها ما تستويش. احنا بدنا إياها 80-70% تستوي، لأنه بالآخر رح ندبها بالمرق تبعت السيغانوف وبآخرها رح تستوي بخمس دقايق. شايفين؟ استوت هيك 70-80% من قيمها من القلاية، بنحطها في جار. اللحمة اللي عنا طبعا أكتر من هاي بكتير رح تشوفوا، لكن ما بيصير نحط كل اللحمة مرة واحدة. تبرد القلاية، تنزل مية اللحمة، بتصير مسلوقة، بناخدش الطعم تبعت اللحمة اللي هي مقلية أو مكرملة. منرد على نفس القلاية، منضيف الباتش الثاني أو الجزء الثاني تبع اللحم اللي انتو شايفينه، ومنضلنا وما منكتر في القلاية، منفرغهم عن بعض عشان يستوى بأسرع وبسهولة. نفس الطريقة نفس الشيء اللي عملناه بأول باتش، هلأ بنعملها بتاني باتش، وزي ما انتو شايفين بنحرك اول ما تاخذ صدمه من تحت. بنضلنا نحرك لتستوي او لتتغير لون كل اللحمه. ما بدنا نخليها تستوي يعني نخليها تنحرق ولا تخليها تاخذ لون، مجرد بس يتغير لون اللحمه، هذا اللي احنا بدنا اياه. شايفين ما في مي نزلت من اللحمه ولا شيء، احنا بنحرك عشان بس نغير لون اغلب قطع اللحمه. اللحمة هون اللي بتكون اوريدي مستوية وبتقدروا تاكلوها، فعشان هيك ابعدوها عن ايديكم، ابعدوها عن ايدين غيركم وعن النقورة.
بعد ما نخلص كل قطع اللحمة حطناهم في الصحن على طرف. هلا منضيف زيت نباتي نتوفة وحبة زبدة حلوين ومنحركهم كتير منيح. وهلا منبدأ بعملية تقليب البصل. تقليب البصل بدنا نكرمل البصل، واللي قالكم دقيقتين بنعمل البصل كذب عليكم. بدنا البصل ياخد وقته، ياخد كل المكونات ويلمها من القلاية، عشان بالقلاية هذا أزكى شيء طلع من اللحمة. لما ينزل مية البصل هو بلم كل هاي الأشياء وبيعملها دي جليزينج، وما بيضل إشي بالقاع. بنرش رشة ملح عشان تساعدنا بتدبيل البصل، ونضلنا نحرك فيه ليتغير لونه وياخد كل المكونات بالقلاية. شايفين أخذ 3/4 مكونات القلاية بدأ يدبل. بنحط عليه التومات المفرومات اللي عنا ومنكمل تدبيل. بدنا ناخد طعمة الكارملايزيشن تبعت البصل، ما بدنا إياه ينسلق. واللي بقولوا لكم حط نطفة مي بزيادة بيستوي أسرع بتروح طعمته. بعد ما شايفين صار لونه على شقار وتكرمل البصل، منضيف عنا المشروم. المشروم أنا بحب أقطعه بهالطريقة الحبة 4/4 عشان تضل ماسكة حالها ومبينة بالأكلة، مش شرايح تدوب. هيك بتبين حبة الفطر طيبة. وإذا عندكم حب صغير صغير برضه بتقدر تخلوا الحبة زي ما هي. بنقلب الفطرات مع البصلات مع التومات برضه على نار ضعيفة ونخليهم ياخدوا لون. شايفين المشروم بدأ ياخد لون والبصلات بيزيادوا عمالين يغمقوا. بدنا نحرك، بدناش شي نحرق، بدنا اياهم تنزل مية الفطر اللي هلا تساعد البصل يستوي وتساعد التومة وتساعد المشروم كمان يستوي. بنضلنا نحرك زي ما انتو شايفين بكل هدوء، ما بدنا نفتفت حبات الفطر. بنضيف بعديها معلقة الطحين عنا، معلقة هيك محترمة، وبنحرك كتير منيح. ما بدنا يصير للطحين طابات ولا بدنا اياه يلبق. مجرد ما انخلط الطحين مع كل المكونات بعد ما انخلط كل المكونات والطحين انخلط، بنضيف معلقة او نص معلقة ماسترد، يلو ماسترد. بنحرك شوي، ففي كل شيء لزق في القلاية. هلا اجمل شيء بدها تعمل الكريمة انها تعمل دي جليزي. شوف من البياض تبع الكريمة شوف بده يصير لونها. منضيف الكريمة شوية من الكريمة هلا، بعدين منضيف بقية الكريمة بالاخر. شوية من الكريمة هاي بقاع الصحن كان، هلا منضيف بقية الكريمة. بتشوفوا كيف الكمية رح تتضاعف. ليه؟ عشان نساعد يكون عندنا مجال نحرك ونساعد القلاية انها تعمل دي جليزينج بالكريمة وتطلع كل المكونات الملزقة في القاع، عشان هذه المكونات القاع اللي بالأزة بالقاع هي اللي بتعطي أزكى طعمة للكريمة. شفتوا اللون؟ شفتوا ضعافة الكريمة كيف حطينا بزيادة كريمة؟ بعد ما خلصت الطبخة وحطينا كمان الفلفل الأسود اللي أنا نسيت أصوره، بنحط اللحمة بكل بساطة. لحمتنا مستوية قلنا 80-70%، هلأ بدها شي 5 دقائق بس تقعد في الكريمة السخنة وبتكون استوت. أكتر من هيك ما بتحتاج. لحمتنا اوريدي مستوية، هي فتيلة طيبة بتشهي، بناش نلعب فيها عشان ما تفتفت معنا وتضل شرايح رفيعة. كل شي عنا مستوي، مجرد ما تغلي الغلوة بتكون طبختنا جاهزة. شايفين احنا اخذنا وقتنا بالطبخة، هي ما كانت كتير صعبة، لكن كل ما اخذنا وقتنا بتقلاية كل مكون والجليزينج والهذا اخذنا طعم كتير طيبة بالكريمة. اخر حبة عشان المحبة، منضيف مكعب زبدة ونضل نحركه عشان ما يفصل بالمرقة، وبس يدوب بتكون طبختنا هيك جاهزة وبتشهي. شايفين كل هذا اللي بلزق بالاطراف اطيب شي في الطبخة. هيك وصفتنا بيكون خلصت. بنضلنا نحرك في الزبدة زي ما انتو شايفين لحد ما تدوب. بس تدوب طبختنا بتكون خلصت. واحنا هلأ طافين النار بس مندوب عمالنا الزبدة. شوفوا الكريمة مع اللحمة، الكثافة تبعت الكريمة اشي خيالي. تقدروا تاكلوا جنبها رز، تقدروا جنبها
بتاكلوا جنبها معكرونة، بتقدروا تاكلوا جنبها بطاطا بيريه، اللي انتو بيخطر على بالكم اللي بتحبوه. لكن هاي الأكلة من أروع الأكلات. وبرجع بقولكم، كل بقولوا لحمة بكريمة، وإحنا بنقول ستريغانوف معمولة على أصولها بحذافيرها. هيك وصفتنا بتكون خلصت. ما تضيفوا أي إضافات تانية بتخربوا طعمة الستريغانوف، لا خضرة ولا فليفلة ولا أي توجه. خليكن على هالمنظر. إذا وصلتوا لهالمرحلة بالفيديو معناته حبيتوه. بتشكركن، أنا عصام منير، بشوفكم فيديو جديد.